الفحص مانو حساس 100%، يعني ممكن الشخص يكون مصاب بالكورونا والفحص يطلع سلبي. الحساسية الفحص هي 70% تقريبا. بالنسبة لشدة الأعراض بالكورونا، تقريبا فينا نقسمهم لثلاث فئات. في عنا فئة متوسطة للبسيطة، وهي تقريبا نسبتهم 81%، بالعادة بيكون عندهم أعراض الوهن العام والحرارة، ما بيكون عندهم بالعادة قصور تنفسي، ممكن يكون عندهم سعلي بس بيكون الأكسجين تبعهم فوق 90%. هدول فيهم يتعالجوا بالبيت، ما في داعي يروحوا على المستشفى. في عنا الفئة الثانية اللي بتكون عندهم أعراض شديدة، وهول بيكون عندهم بالعادة نقص أكسجين، وبيكون عندهم بالعادة إصابة أكثر من 50% من الرئتين بالجانبين. هول بيروحوا على المستشفى وبتعالجوا بالمستشفى. وفي الفئة الثالثة اللي هي تقريبا 5% من المرضى، هول بتكون حالتهم مهددة للحياة أو بنسميها critical. هدول بيصير معهم قصور تنفسي شديد، بيصير معهم صدمة، بيصير معهم فشل جهازي متعدد أو multi organ failure. هدول بالعادة بيتعالجوا بالاي سي يو. هلأ انسألت كمان بالنسبة للأطفال، بالعادة إصابات الأطفال هي بسيطة لمتوسطة، بس للأسف تسجلت حالات وفاة لأطفال عمرهم تحت 12 شهر. عوامل الخطورة اللي بتزيد من خطر كورونا على الإنسان هي متعددة: العمر، في عندك الضغط السمني، السكري، القصور التنفسي المزمن كمان، كلهم هولي بيأثروا. بالنسبة لعلاج مرض كورونا، بدنا نتفق على شغلة، انه لحد هلأ كل العلاج الموجود هو علاج داعم، ما في علاج قطعي 100%. بقى نحن هلأ رح نحكي اول شيء عن المرضى اللي ما بيكون معهم قصور تنفسي. هدول المرضى فيهم يتعالجوا بالبيت وما في داعي يروحوا على المستشفى. لازم يكونوا بغرفة معزولة ومهواية، ويفضل إذا فيها شفاط لبرا بيكون كتير منيح. الناس اللي بدهم يعتنوا فيهم لازم ياخذوا أقصى درجات الاحتياط والتعقيم. هدول المرضى فيهم ياخذوا خافضات حرارة مثل الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين. بدنا نتجنب استعمال الإنسيدز أو المضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل الأيبوبروفين. فيهم ياخذوا استيرويدات بريدنيزون أو ديكادرون. فيهم ياخذوا كمان مضادات تخثر حسب المتوفر بالبلد. بأمريكا بنستخدم الإليكوس أو الزيرلتو لعلاج المرضى اللي بالبيت. فينا نستخدم الأسبرين أو الكلوبيدوغريل كمان. وكمان بنعطي مقويات مناعية مثل الزنك وفيتامين سي. بالنسبة للمرضى اللي بالبيت وعم بيحسوا إنه ما عم زلي تنفسي، إذا في جهاز قياس الأكسجين بنشوف إذا الأكسجين فوق 90% بيكون كتير منيح. المريض اللي بالبيت إذا بلش يحس إنه عنده زلة تنفسية وما في مجال يروح على المستشفى، في شغلة ممكن يقدر يعملها وممكن تعطيه شوية وقت لحد ما يروح على المستشفى، هي إنه بيقدر يتسطح بطنه، وهي بتعطيه شوية مدى للرئتين ليتنفسوا وتزيد الأكسجين أكثر بالجسم. المرضى اللي عم يصير معهم نقص أكسجين أكيد هدول لازم يروحوا على المستشفى ويتعالجوا بالمستشفى. طبعا العلاج بالمستشفى هو بيبلش مثل العلاج اللي بالبيت، بنعطيهم استيرويدات، بنعطيهم مقويات مناعه، بنعطيهم مضادات تخثر، بنعطيهم خافضات حراره. بالنسبه للريكفري او الشفاء من فيروس الكورونا، طبعا في حالات مختلفه، للاسف شفنا وفيات، بس المرضى اللي عم يطيبوا في منهم عم يتحسنوا بسرعه ومنهم عم يحتاجوا اكسجين بعد ما يطيبوا. فيروس هلا موجود بدنا نتعامل معه. اذا ما تعاملنا معه بالطريقه الصح النتائج رح تكون سيئه. طيب كمان في ناس بيقولوا لك لا الفيروس ما موجود، هي كلياتها بروباغندا. طيب بحب اقول لكم انه الفيروس موجود، انا كطبيب عم اشتغل بمشفى، انا عم عالج مرضى كورونا كل يوم. الفيروس صار متسبب اكثر من 15 مليون اصابه بالعالم، صار مسبب اكثر من 650 الف وفاه. لازم نكون واعيين، لازم يكون الوعي جماعي لحتى نقدر نتجاوز هالازمه الكثير كبيره. العادات الاجتماعيه، للاسف في ناس لحد هلا مستهترين انه حتى بيجي بيقول لك بدي سلم عليك حتى لو معك كورونا. هي المشكله ما انا بشخصه، ما هو عم ياذيك لك انت. يعني نحن انا بدي اوضح شغلي، الموضوع ليش نخجل فيه؟ يعني انا بتذكر انه الناس لساتها لحد هلا تخجل من موضوع حزام الامان، وللاسف لحد هلا عم نشوف وفيات بناس ما عم تلبس حزام الامان. طيب حزام الامان اذا ما لبسته انت عم تاذي حالك، بس هون انت اذا ما اتبعت اساليب الوقايه واذا ما حطيت الكمامه وما اتبعت التباعد الاجتماعي انت عم تاذي غيرك وعم تاذي اللي بتحبه. الكمامه كثير كثير ضروريه، الكمامه شغله ما بتخجل. يعني اذا رؤساء دول العالم لبسوها نحن ليش ما بنلبسها؟ شو هو العيب بالكمامه؟
أنا ما عم بقدر أفهم القصة. يعني بصراحة بدنا نكون أكبر من العادات أو أكبر من الاستهتار اللي عم ينحكي.